قلت لك ماني مقدم للوظيفة يعني ماني مقدم. وبعدين معك في الكلام يا أخوي، مش ذا الكلام اللي ما له داعي. ياك العلم عاد. وبعدين أنت معاشرني كويس، أنت أخوي، أنت أخوي وفاهمني ومعاشرني وعارف إنه حظي سيء. يا بالحلال شو بلاك أنت؟ ما في شيء اسمه حظي سيء وحظي زين. طيب ليش أنا بالذات؟ أنت مثلك مثل غيرك، مجموعة مواقف أنت مريت فيها زي ما يمر فيها أي إنسان ثاني. طيب ليش ما تصير مواقف معك أنت مش معي؟ يا أخوي أنا نصيبي كذا. وليش النصيب معك يصيب ومعي دائما يخيب؟ رجعنا لهالكلام مرة ثانية؟ طبعا رجعنا مرة ثانية لأنه ما صار أي شيء جديد، عشان كذا لازم أرجع له. حلو لا قوة إلا بالله. عاد تبغى أقول لك الحق وما تزعل؟ يا ريت. شوف عاد أنت اللي معقد نفسك وقاعد تقول كلام ما له أي داعي، كل ما صار شيء قلت ما هو ما هو ما هو ما هو، وش اللي ما هو؟ يا حبيبي اسمع، كل الناس عارفين إن حظي سيء. تذكر أيام الجامعة؟ أيام الجامعة كلنا كنا نسهر وندرس ونذاكر، وكل ما واحد مننا قال لك شيء قلت لا والله أنا متعوس، حظي خايب، عارف إني برسب، كلنا نجحنا وأنت رسب نتيجة إهمالك وتساهلك في الدراسة، صح ولا لا؟ أوه، رجعنا لهالكلام مرة ثانية؟ وثالثة ورابعة. يا بالحلال انت متى تفهم؟ متى تستوعب؟ يا اخوي كل شيء قسمه ونصيب، اللي الله كاتبه لك يا بيصير، واذا اصلحت ذا المره وما اصلحت المره اللي بعدها تسهل يا اخوي. بعدين ابغى اسالك سؤال، انت جربت تقدم في الوظيفه هذه مره ثانيه؟ انا يا حبيبي ما ابغى اجرب لا ثاني ولا اولى لاني داري انها بتطير من ايدي. وانت وش دراك؟ يا بالحلال ما يعلم الغيب الا الله. ونعم بالله، لكن ايضا كل الناس عارفه اني قليل الحظ واني تعيس. كل الناس لاعبين براسك وملخبطين مخك على الفاضي. يا رجال انت ما تخبر ولد عمك، كل ما قابلني قال لي المثل اللي يقول المتعوس متعوس لو حطوا على بابه فانوس، صح؟ هذه واحده. وذيك المره يوم اني اصدم سياره جارنا ورحت علشان اعتذر له قلت له انا اسف واللي تبي، قال يا رجال ماني زعلان منك لانك انت يا ولدي حظك ردي. يا بالحلال هذا كلام ناس ما هم فاهمين شو يقولون، وبعدين هذه الامثله اللي انت قاعد تستشهد بها كلها امثله غلط. كيف غلط يا حبيبي؟ يعني هم جايبينها من جيوبهم من مخابيهم، اكيد ما قالوها الا بناء على تجارب. يا بالحلال انت كل ما حد قالك شيء قلت بناء على تجارب، ما هو كل مثل صح وما هو كل مثل لازم تمشي عليه. المهم الحين بتخليك من محظوظ ومتعوس وهالكلام الفاضي وتقدم الوظيفه ولا لا؟ جرب يا بالحلال ما انت خسران شيء. ما هو انا المشكله تدري شلون يا خالد؟ اخاف اجرب، يعني اروح اقدم الوظيفه بعدين يرفضوني، بعدين اعطي فرصه للناس واكد على نفسي اني تعيس. تعود بالله من ابليس. اعوذ بالله. وقم توكل على الله، واعرف ان كل شيء حظ ونصيب، وان كل شيء الله سبحانه وتعالى كاتبه لك هو اللي بيصير لك. وقم تعوذ بالله وخلنا نقدم على الوظيفه. توكلنا على الله. توكلنا على الله. شباب بالدور الله يهديكم، بالدور كل واحد عبي البيانات، بعده البيانات اللي بعده البيانات، شوف شوف اللي بعده البيانات، كل هذول مقدمين للبيانات اسمك. طيب وش المشكله يا اخوي؟ يتركون كل هذول ياخذوني؟ اي يتركونك اذا الله كاتب ان شاء الله يصير انت اللي بتاخذ الوظيفه. انت انا عارف حظي، انا عارف حظي زين. ما سمعت الشاعر وش قال؟ وش قال الشاعر؟ قال من كان حظه حجر فالله يعينها على شيبه. اقول ما تبطل قصايد توكل على الله. ما عندك قصيدة عن ال طيب خليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بيانات ما يبغى يرد عليه. اقول مقدمين على الوظيفة لو سمحت. اي عبي البيانات. عبي البيانات، يقول عبي البيانات. اي عبي البيانات ما في شيء يا اخوي، كل شيء تخاف منه. يعني ما هي بغلط هذه؟ لا لا بتوكل على الله. طيب. مع قلم؟ لا بنعبيها في البيت. شوف الحين تقول حظي، خذ قلم اكبر رجال. طيب بنعبيها في البيت مو بحسن؟ طيب. ها؟ اخوي اذا تكرمت ابغى اسالك سؤال. ايوه. الان بالنسبه لهذه الوظيفه في امتحانات، في مقابله شخصيه؟ بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله، يلا الحمد لله انها بكره مو بالحين. مع السلامه. مع السلامه. ابغاك تجتهد وتسوي اللي عليك وتخلي الباقي على الله. يا رجال انا سويت كذا بس علشانك ولا داري ما في فايده. شو ما في فايده يا اخوي؟ ايش بلاك انت الى الان مصر على موقفك؟ يا حبيبي انا حظي وعارفه زين،
بس انا عشان ارضيك جيت سويت هالمقابله هذه. ايش دعوه بس عشان ترضيني انا؟ ايه ولا ما في فايده اني داري؟ الحين انت ظنك بعد هالمقابله بيعطوني الوظيفه انا؟ ليش لا؟ ليش ما يعطونها لك؟ انا اقول لك ليش؟ لانه الحين انا قدمت معي ناس صح؟ صح. هذول الناس بياخذون الوظيفه وقل اني قلتها، بياخذونها بدون اي تعب. طيب وش المانع انك انت اللي تاخذها؟ لا يا حبيبي انا ما عندي حظ، هم عندهم حظ. ما تسمع اللي يقول لك رميه من غير رامي؟ يا اخوي رب رميه من غير رامي، ما هو المقصود بهذا الكلام اللي انت تقوله؟ لا الا مقصود فيها، وهي المساله يقول لك من كان حظه حجر فالله يعينه على شيء، لو حظي حجر وانا اعرفه. لا حول ولا قوه، يا ابن الحلال تعوذ بالله من ابليس واذكر الله وتوكل على الله. رب رميه من غير رامي معناها انه الانسان لازم يتوكل على الله، واللي الله كاتبه له يبي يصير له. هذا اللي هم يقصدونه، انه رميه من غير رامي يعني اللي الله كاتبه لك يبي يجيك. يعني تتوقع يتركون كل هذولي اللي في الاجتماع ها ويوظفوني انا؟ وليش لا؟ وليش ايه؟ ليش انا؟ لانه اصلا يمكن تلقى بعد بعضهم يعني احسن مني، ويمكن مو يمكن انا في كم واحد شفتهم هناك قلت هذول اللي بتوظفونا. شلون عرفت يعني من اشكالهم؟ من اشكالهم واضح انهم مو بنا يا حبيبي. بعدين اسمع، فكر مسافه الوظيفه ذي ها؟ واقول لك خلنا نشوف سالفه عمك، تتوقع انه بعد عمك بيوافق علي؟ وليه ما يوافق عليك؟ يا بالحلال انت رجال ان شاء الله فالحين بتصير موظف وبتصير امورك كلها طيبه، ليه ما يزوجك بنته؟ ليه؟ ليه؟ ما فيك شيء؟ انا اقول لك ما فيني شيء، بس حظي اعرفه زين، انا اعرف حظي زين. انا بروح اقول له بيقول لي وظيفه ولا بيطلع لي شروط من هنا ولا من هنا، وفي الاخر بيرفضني وانا اللي بتحطم، وانت اللي تصر علي. رح وقل له، رح وقل له، وفي الاخر بيصدمني. طيب ايش رايك توكل على الله وتخلي الباقي على الله ثم علينا؟ ونعم بالله. يلا تخسر شيء؟ ماني خسران شيء. يلا توكل. يلا اركب. الحقيقة يا عمي أنا اللي شجعت وليد على أنه ما يجي معي ولا يدخل. الرجال قاعد يصيح ويقول أنا عارف المتعوس متعوس، وعمي بيطردني، ما إحنا بلاقينا، ماني متزوج. قلت يا وليد تعوذ بالله من إبليس وخلني أنا أروح أكلم عمي وأقنعه بالموضوع، وأنت اتصل عليه بالتليفون ناقشه، وإن شاء الله أن عمي رجال مؤمن ولا عنده سالفة متعوس وحظ وما حظ، ويبي يوافق إن شاء الله أنه يزوجك. فعاد أنا من رأيي يا عمي أنك يعني تساعد وليد وتحاول أنك إن شاء الله تساعده على أساس أنه بيتوظف ويبي يصير له مستقبل إن شاء الله طيب، ويبطل أنه يصير كل شوي يصيح متعوس ومتعوس. شوف يا وليدي يا خالد، أولا الحقيقة أنت وأخوك عينين في رأس وأغليكم وعيال أخوي عيالي، إنما مسألة أني أنا أزوج بنتي لإنسان وعندي شيء من التردد، شيء من الشك، هذا الشيء لا أقبله، وأعتقد العاقل أيدني فيه. بس يا عمي ليش شك وليش تردد؟ أنت تدري سوى هذا الإنسان الله خلق معه ذا التعازى والنحس ذا، وإلا هي صفة وإلا هو بتليبها الوليد هذا سبحان الله العظيم من ولد والنحس، أسأل الله لطف مرافقه. لا حلو ولا قوة. أنت تدري أنه ولد منا شفت ولا لا؟ وأبونا الله يرحمه مات منا. يا عمي يا عمي أنت رجل تعرف، هذا قدر وهذا يومه، وجدي الله يرحمه كان موعد وفاته هو موعد ولادة وليد، يعني هذا شيء من الله قدر. طيب سبحان الله عقبها بعد بأشهر صدم أبوه بالسيارة. الله يهديك يا عمي. الحين لو تشوف كل حادث يصير في الشارع في ناس تنولد وفي ناس تموت وفي ناس تطلع وفي ناس تدخل، حنا ليش يا عمي نربط كل الأمور بأنه هذا متعوس وهذا حظه طيب وهذا حظه لا، كلها أقدار مكتوبة. نعم لكن يا أخي شيء عجيب وغريب، هالحين أنت وياها أخوان عايشين في بيت واحد وتربية أسرة واحدة ورجال واحد وأم واحد، وش اللي حاصل؟ يمشي هو لا إله إلا الله في درب يجيب النحس والنكد، تمشي لا إله إلا الله أنت، ما اللهم صل على محمد، لو تمسك التبن صار ذهب. الله يهديك يا عمي. الحين هذه كلها قناعات حنا اللي حطيناها وحنا اللي اقتنعنا بها. الحين تذكر يوم من يصدم الأسبوع اللي راح كسر في الاسطب كسر، قلت إيه علشان خالد أخوك مارن في الشارع قبله. ليش ليش كل ما صار شيء ربطناه به؟
لا والثاني ايش يقولون؟ يقول له اللي يسوق وليد كانت انكسرت السيارة بالنص، اسأل الله اللطف. انتم يا عمي الله يهديكم تقولون علشان يا خالد اخوك مر في الشارع صار الحادث، مع ان المسألة مسألة قناعة، بس قناعة انه هذا الرجل منحوس كل شيء تربطون هذا الرجال تعقل. الله العالم هذا اتصل. شوف. الو الو انقطع الخط. الله العالم هو تحوس المنحوس لا لا مو هو. الو هلا 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 وليد. وليد حياك الله يا وليد، كيف حالك؟ اي والله وصل اخوك خالد عندي. نعم اي تكلم معاي في الموضوع. اي انت مستحي. طيب ليه تستحي؟ يبدو لي انت عارف يعني رايي مسبقا يعني، وليش ترسل خالد يا وليد؟ خليك معي على الخط لحظه لو سمحت. الو الو ف ايوه يا وليد. طيب ما لا اله الا الله. الو الحين تقول علشان وليد يا عمي؟ اكيد اكيد سبحان الله. حتى مكالمه ما جت على سنه. يا 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 وليد الله يرضى عليك، انت طيب ما دامك عارف اني انا اساسا غير مقتنع، ليش ترسل اخوك وتحرج اخوك؟ يا ابني هذه شيء من الله سبحان الله، الله اللي بالك فيه، ما نقدر نقول شيء. مو هو انا يا ابني اللي اقول لك انك انت المنحوس، كل انت عارف عن نفسك الكلام هذا. الخلاصة مع الأسف أنا ما أقدر أزوجك، ما أقدر أزوجك يا ابن الحلال. لا يمكن أني أنا أزوج بنتي لك أنت وأنا نفسيا ماني مرتاح من وضعك وتصرفاتك. معلش أنا لما كلمني أبوك أنا صحيح وافقت، بس أنا كنت أعتقد أنه هو يقصد خالد ما يقصد كنت. معلش اسمح لي يا ولدي أكون معك صريح لو المسألة فيها مشاعر يعني. طيب خير ان شاء الله في امان الله، لا تلعبك ولا يضيق صدرك، خير ان شاء الله في امان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عمي الله يهديك، احنا من دورنا ان احنا نساعد وليد علشان يقتنع انه هالكلام مو صحيح، وانه قناعته انه هو متعوس ومنحوس مو صحيحه. يا عمي ممكن اعرف ايش رايك الاخير؟ والله علمتك انه انا اجامل واعالج وليد من الحاله اللي هو فيها باني اضحي ببنتي يفتح الله. تبي أنت تتزوجها أهلا وسهلا، وليد يتزوجها مع الأسف ما عندي بنت للزواج. أنا خلاص ما عاد أبغى أشوف أحد ولا أبغى أتعامل مع أحد. أنا الحين تأكدت أني منحوس. أنا قايل لك إن عمك كان يمزح معك شبلاك أنت. ما كان يمزح، كان يتكلم جد. وبعدين قلت لك ما في داعي أروح وأخطب بنته، أنت اللي صممت، وقلت لي أنا كلمته وقلت لي إنه وافق بعد. يعني أنا بكذب عليك؟ أنت ما كذبت علي، لكن هو كان يحسبك تقصد خالد مو بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً 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 أهلاً. مرحبا. كيف الحال طال عمرك؟ حياك الله. شلونكم؟ شلونك؟ زارة البركة. الله يطول عمرك. والله اشتقت لك يا ولدي. وحنا مشتاقين لك اكثر بعد طال عمرك. اي بس مر شهر وما زرتني فيه. وش نسوي؟ مشغولين في هالدنيا، وبعدين طال عمرك حنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، نجتهد ونحاول ومخلينا الامور كلها على الله، من يتوكل على الله فهو حسب. وغير كذا بعد انا مشغول طال عمرك مع وليد ومع اموره اللي تخاف. الله يوفقك يا ولدي، وهذا من قوة ايمانك بالله. ونعم بالله. ويا ليت اخوك انه ايمانه مثل ايمانك، بس ايمانه قليل. استغفر الله العظيم. ايه يا ولدي، اللي يقول الكلام اللي انت قلته عن الحظ والتعاسه يكون ايمانه ضعيف. اسال اخوك خالد واسال ابوك. شو اقول لك بعد؟ انا يا ما فهمته ويا ما علمته، لكن ايش تقول؟ الله يهداه ان شاء الله يا رب. امين. قم عاد يا ولدي الحين، تعوذ من ابليس وتوضأ وافتح القرآن وقل لك كم آية. بس أنا دائما أقرأ القرآن. إيه بس افهمه وانت قراه. أكيد أني فاهمه. لا أبدا،
ليش تقول هالكلام؟ يا ولدي لو كنت فاهم القرآن وانت تقراه وعارفه كان ما قلت كذا. يا ولدي حنا ما نتصرف في أنفسنا ولا في اللي حوالينا ولا في هالدنيا هذه كلها، مالنا إلا أعمالنا الصالحة في الآخرة وبس. والحين أنت مؤمن بالله ولا لا؟ استغفر الله العظيم، ليش تقول هالكلام؟ عجل وراك ما تؤمن بالقدر خيره وشره وترضى بنصيبك من هالدنيا. من اللي قال؟ أنت واللي مثلك. أنا؟ إيه أنت. ليش تقول هالكلام بس؟ مو بانا اللي أقول، أنت اللي قلت قدامي. أنا قلت قدامك؟ إيه قلت إنك منحوس ولا أنت بمحظوظ، كذا ولا لا؟ مظبوط. وش معنى منحوس؟ معناها إنه قليل حظ. فسر الماء بعد الجهد بالماء. أنا أبغى جواب مضبوط، أبغى تفسير مضبوط، مو هو باختصار غلط. طيب التفسير المضبوط هو إني أي شيء أتمناه أو أديبه ما يحصل لي. يمكن يكون في صالحك. في صالحي؟ إيه. عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. تعرف إيش؟ في كل شيء يعني؟ في كل شيء، ولله في ذلك حكمة. إيه بس أنا من يوم من ولد. لا عاد تقول الكلام هذا مرة ثانية، لأنه حرام. الحين وشلون تقول هالكلام هذا وأبوك ما شاء الله رجل مؤمن طيب فاضل وأخوك بعد خالد مثله؟ الحين قل لي منين تجيب أنت هالكلام هذا؟ منين تجيبه؟ من الناس، من أصدقائي، من عمي وعياله. هذول ناس يبانهم ضعيف والعياذ بالله. إيه بس شوف طال عمرك، أنا عندك أنا مثلاً الجامعة، وهي الجامعة ما قدر تخلصها، وأخوي هو أصغر مني خلصها وأنا إلى الحين. قبل ما ترمي على الحظ تفسيرك اللي أنت تقول عليه هذا، اسأل نفسك أول وفكر، أنت ليش ما نجحت؟ من المسؤول؟ أنت المسؤول، لأن لكل مجتهد النصيب. إيه بس يا ترى هل أنا قصرت؟ إلا مقصر، وأنا قايل لك هالكلام أكثر من مرة، وآخر مرة قايل لك هالكلام اليوم الصبح بعد. ايه انت قلت لي بس بعد ايش يا ولدي؟ انت طول عمرك مهمل في دروسك ومداخلتك. الا قل طول عمري وانا اسمع هالكلام من اصدقائي، من عيال عمي، من عمي حتى هو نفسه دائما يقولون عني المثل اللي يقول المنحوس منحوس لو حطوا على بابه فانوس. هذا مثل مضاد للدين. طيب بس عندك القرآن فيها مثال؟ ها وش موجود في القرآن؟ يعني تكلم القرآن عن الأمثال وأهميتها. عندك مثلا قول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس. صدق الله العظيم. وفيه قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وغيرها من الآيات الكريمة اللي تحمل الحكمة والموعظة والصبر لكل مثل دال على قدرة الله سبحانه وتعالى. وما دام القرآن الكريم فيه الأمثال يكون هو مرجعنا الوحيد لكل مثل قابلنا. يا وليد يا ولدي في أمثال على أيام الجاهلية وفي أمثال بعد الإسلام، يعني الأمثال جزئين. على المؤمن إنه يوازن ويعرف المثل اللي دائم ديننا ناخذ والمثل اللي يخالف ديننا نتركه. المهم أنا عمكم هذا أبي أقابله ونجتمع كلنا جميعا، ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن، ليش لا؟ هالحين أكلمه. ألو. أهلا أهلا يا أخوي. الحقيقة أنا محرج والله، أنا محرج حقيقة، أنا محرج، وأرجوك يا أخوي ما تزعل مني على اللي حصل، يعني على الأخطاء اللي حصلت. بصراحة اليوم كلمتني الله يرضى عليك، أنا كنت فاكرك تقصد خالد. طيب
ان شاء الله انا في الليل اعزل. خلاص هذا رجال ان شاء الله فيه خير ورجال طيب. الله يحييكم. اذا انا انتظركم الليله. مع السلامه. صراحة مجموعة كتب قيمة جدا، حتفيدك إن شاء الله بكرة في المقابلة الشخصية، خذها اطلع عليها. يا رجال خليك عقل بس، تقعد تضغط لي في هالنظارة، أي قيمة؟ أنا عارف نفسي وعارف حظي، لاني مذاكر ولا متعب نفسي لأني ماني متوفق في الوظيفة، خلاص. لو لا قوة إلا بالله، يا بالحلال أنت شو بلاك؟ يا أخوي أنت المفروض بكرة تروح جاهز، في مقابلة شخصية وحيسألونك مجموعة أسئلة، أنا متأكد إنه معلومات كثيرة منها في هالكتب، وبعدين أنت ليش ما تسوي اللي عليك؟ يا أخوي الباقي على الله وخلاص. المقابلة بكرة راح تكون مليانة ناس. خذ اقرا وخلك مستعد. يلا. اهلا بالشباب. على كل حال الامور تغيرت، انا جاي اليوم مستعد. ها صلح هذه، صلح هذه، شكلك عجيب يا رجل. صباح الخير. صباح النور. هلا. الاختبار بدا ولا لسه؟ الاختبار ان شاء الله بعد 5 دقائق، تقدر تتفضل الصالح. شكرا شكرا، توكلنا على الله. الاخ برضه بيختبر؟ لا هذا اخوي. انا هي جاي بسمعني. جاي شجاني. توكلنا على الله. توكل على التوفيق ان شاء الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. صدق الله العظيم. صدق الله, صدق الله العظيم. نعم، العلم نور وهداية. والعلم يقول أن الحقيقة لا بد لها من مصدر موثوق منه. طبعا لا بد من مصدر، ولا كيف تكون حقيقة؟ طيب والمصدر الموثوق منه عند المسلمين وشو؟ القرآن الكريم طبعا. زين، وإذا كان هناك حاجة ما تتمشى مع ما يقول القرآن الكريم، وإيش يسوي المسلم؟ أنا أقول لك طال عمرك. اسكت أنت خالد، خلي جاوب عنك. الله ما يسلمك ويطول عمرك، مصعبها والمسألة بسيطة، هذه ما يبي لها لا سؤال ولا أنا أبغى جواب. طبعا الشيء اللي من هالنوع هذا لازم الإنسان يتجنبه ويحاربه. زين، هذا الرد اللي أنا أبيه. شوف عاد، المسلم يجب أن يرجع كل أموره إلى القرآن الكريم اللي أنزله الله هدى للناس ليستقوم منه العلم والمعرفة، والأمثال كغيرها من العلوم اللي يجب علينا أن نحافظ عليها فعلا ونعتني بها، لأنها خلاصة تجارب الأمم وحكمتهم. والأمثال جزئين، جزء على زمن الجاهلية وجزء بعد الإسلام. أحسنت أحسنت، أما هذه الحقيقة معلومة يمكن لأول مرة أعرفها. هذا أنت عرفت الحين. لكن الآن اللي الواحد يعني صعب على الإنسان حقيقة، أنا أحس أنه صعب، وشلون يميز بين الأمثال اللي تكون جاهلية وبين الأمثال اللي بعد الإسلام؟ أنا أقول لك طال عمرك، الأمثال الله يطول عمرك المفروض الواحد يقيسها على القرآن. القرآن يا عمي موجود فيه كل شيء للأمم ينفعها. صح، القرآن فيه أمثلة لكل أمر، على المسلم أن يأخذ منها أما يتجنبه أو يقتدي به. صدقت طال عمرك،
أنت قريت القرآن كله؟ إيه الحمد لله قريت. وأنت؟ وأنا الحمد لله إحنا مسلم ما قرأ القرآن الله يهديك. زين أجل يومكم قريت القرآن، هل وجدتم في آية من آياته كلمة منحوس أو متحوس؟ ردوا علي، ايش فيكم سكتوا؟ أنا داري ليش سكتوا، لأنكم ما تبقى قادرين تردون. الحياة هذه نصيب من عند الله لكل بني آدم من أول خلقه في بطن أمه إلى ساعة مماته، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وانت بس قل لي الحين ليش انك تحط نفسك في مكان تحكم فيه على انسان في اشياء ما يقدر عليها ولا على يد فيها؟ وشلون وانت بعد وشلون تمشي ورا هالكلام هذا وتخليه يأثر على حياتك لدرجة انك تهمل كل شيء علشان تهرب من الفشل؟ يا ناس خفوا ربكم، استغفروا ربكم، هذا العمل لا يرضى الله ولا رسوله. استغفر الله، استغفر الله العظيم التواب الرحيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله من كل ذنب عظيم. بيض الله وجهك على هالكلام، وينك من زمان يا عم وينك؟ مش مهم أكون موجود ولا غير موجود، أنا موجود وغيري كثير موجودين، وأنت موجود بعد كأب، وأنا بحملك كل اللي يجري لولدك وليد. أنا؟ إيه أنت، لأن التعود منذ الصغر على الحياة الكريمة وانتهاج أفضل الطرق والرجوع إلى الكتاب الله القرآن والسنة النبوية، هذا من مهمتك أنت كأب، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ولا أنا غلطان بعد؟ عداك العيب يا عم، كلامك مضبوط فعلا، عندك حق يا عم. وأنا أوعدكم جميعا من اليوم ورايح ما عاد أسمع للأمثال الغلط، وبرمي ورا ظهري كل الأمثال الغلط، وعلى رأسها المثل اللي يقول المنحوس منحوس ولو علقوا على بابه فانوس. وأوعدكم بعد وعد ثاني إني بصير إنسان ثاني من اللحظة هذه. لحظة يا جماعة، ترى الحق يقال وليد من أمس هو متغير. أمس شلون؟ إيش دراك أنت؟ أنا أقول لك طال عمرك يمه، وليد أمس لما راح يقدم على الوظيفة اقتنع لما قعدت تتكلم معه، قلت له خذ الكتب وقرأ، راجع، حاول تكون مستعد للمقابلة الشخصية. والحق يقال سهر إلى الصبح وهو يراجع ويدرس، وراح وهو عنده ثقة تامة في الله، وهو متأكد أنه إذا راح مجد ومجتهد يبي يحصل نتيجة اجتهاده. ونعم وألف نعم والله، بيض الله وجهك، الحين صرت رجال ممتاز وإيمانك قوي، وثق إن شاء الله أنك بتنجح وبتتقدم، لأن لكل مجتهد نصيب. وأنا بعد والله أني آسف على اللي صدر مني في حق كبس. ولا يهمك يا عمي، أنت عمي وبمكانة أبوي، أحد يزعل من أبوه؟ طبعا لا. طيب وإذا أنت ما زلت عند رغبتك ورايك تبي تتزوج البنية، الله يحييك، أنا بزوجك إياها. الحمد لله، شفت شلون يا وليد؟ شفت شلون الله سهل الأمور كلها وكل الأمور صارت مضبوطة يومك توكلت على الله وسويت اللي عليك؟ الحمد لله. هذا موضوع الزواج والله الحمد تسهل وعمي وافق، وموضوع الوظيفة أبشركم الحمد لله أنها أنت يا ولدي. الإيمان بالله والرجوع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة ينصر المؤمن ويفتح أبواب الخير. والنعم بالله. طيب الآن يا عمي طول الله عمرك، نبغى نعرف متى نحدد موعد الملكة. أبد، هذا حسب رغبة وليد، هو اللي يحدد الوقت اللي يبيه. سبحان الله، سبحان غير الأحوال. زين أنا استأذن الحين، انتهت مهمتي. لا عاد العشاء جاهز يا أخوان. يا شباب قاعدين أنت، مبروك مبروك، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. عليش عليش وليد محمد حمد. متأكد أنه أنا اللي
هذا اسمك وإن شاء الله بكرة حتستلم الوظيفة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تستاهل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، واستغفر الله من كل ذنب عظيم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك. ما تتخيلوا إيش كثر أنا مبسوط ومرتاح لأن الله سبحانه وتعالى وفقك وسهل لك موضوع الوظيفة. الحمد لله. تصور يتركون كل هالناس اللي مقدمة هذه ويختاروني أنا للوظيفة. سبحان الله. علشان تعرف إن القناعات الخاطئة اللي عندك ما لها أي أساس من الصحة. أنا متعوز، حظي خايب يا ابن الحلال. اللي الله كاتبه لك هو اللي بيصير ولا لا؟ صدقت. وأنا الحين تعلمت إن كل شيء اسمه نصيب وما في شيء اسمه متعوز متعوس. عشان كذا بستغفر ربي وبطلب منه السماح.